الكذب صفة مدمومة ولكن للأسف منتشرة في مجتمعاتنا، ولكن اليوم حبينا نسلط الضوء على نوع مختلف من الكذب، وهو كذب الرجل على زوجته أو الزوجة على زوجها. وللحديث أكثر عن الموضوع معانا السيدة والدكتورة نيريمان عطية، المدربة والاستشارية التربوية والأسرية. صباح الخير. صباح النور، يا هلا. اليوم ممكن حبينا ان احنا نسلط الضوء على موضوع نوعا ما منتشر، نعم. بالذات بحكم ان احنا في مجتمعاتنا في بعض الاحيان يضطروا يكذبوا على بعض الازواج لانها مش مبنيه على الصراحه للاسف، اغلب العلاقات الزوجيه او بعض العلاقات الزوجيه. ولكن لميس احنا طرحنا سؤال على السوشيال ميديا وحبينا ان احنا نشوفوا اول حاجه تعليقات الناس، واكيد حنرجعوا نندمجوا في الموضوع ونعقبوا عليه مع بعض. يلا. سؤال برنامج الصبح لميس. السؤال يقول شنو الكذبة اللي ديما تكذب فيها باش تتهرب من موقف؟ نشوفوا التعليق أو أول تعليق. كبرياء أنا مشغولة أو نفتح موضوع حتى نتهرب منها. أما تعليق من يوسف يقول أكثر كذبة يستعملها الناس التليفون كان على الصامت. نشوفوا التعليقات اللي بعدها. 5 دقايق ونكلمك ونشوف وأشوفك وين يا مهاجر بعدها. إبراهيم يقول يا ريت نتعلم الكذب وخصوصا في المواقف، كان هذا راه ناجح حلبة. تحياتي لأنسة لميس ولا باقي الكادر وضيفي، شكرا لك إبراهيم. شكرا. نشوفوا التعليق اللي بعده. الولد دار النقال صامت، تحية مصرية خماسية. أما محمد يقول كنت راقد كنت في النادي. يعني إحنا هنا ممكن دكتورة نستعرضه في أكثر الكذبات الشهيرة بين الناس، فهذا علاش معظم الكذب، نعم. سببه كان التليفون، هذا اللي استنتجناه من التعليقات حاليا في التكنولوجيا. بالضبط. خلي نكمل التعليقات لأن أصبح الوصول لبعض سهل، يعني من خلال المكالمة الهاتفية خلاص. رقمك رايح مني. وفي تعليق تاني يقول شوي ونعود لك. نشوف التعليقات اللي بعدها. نحط الهاتف على وضع الطيران ونقول الشحن تم. وهاني مرة تانية يقول يا ربي شركات الاتصالات في ليبيا ما تخليكش تكذب، مرات توفر عليك ذنب الكذب. نشوف التعليق اللي بعده أيضا. ماشي لأصحابي. وعبد يقول إذا الكذب ينجي فالصدق ينجي، ما فيش خير من الصراحة في كل شيء. برافو يا عبد. نشوف التعليقات اللي بعدها أيضا. ديما نقول عندي مندير يعني مش فاضي، امتى نحصل، لكن الصح انك تقول الصدق حتى لو مثلا شخص طلب منك حاجه وانت ما تبيش تنفذها، قول له هيك افضل من يكشف انك فاضي وكذبت عليه ويزعل. نشوف التعليق اللي بعده. طبعا هذه تعليقاتنا على صفحتنا على الفيسبوك. عبد السلام يقول كان بنوزع حد نقول له مشغول اليوم. محمد يقول 5 دقائق ونكلمك. نشوف التعليقات اللي بعدها. حلا تقول عندي قراية. وآخر تعليق وميمة. ظروف. ظروف. أغلب كانت التعليقات إن هي هروب من الاتصالات الهاتفية أو وضع أعذار نوعا ما متعارفة عليها، زي مشغول مش فاضي عندي مندير. حلوة الفكرة، عجبتني، وبحب أصبح على كل المشاهدين وبحب أشكركم للضيافة. الموضوع كتير حلو، يعني حاليا وضع التكنولوجيا والإلكترونيات عم تخلينا ندخل في مواضيع الكذب. ومشكلة في الكذب وين؟ لما يكون بين زوجين، يعني زوجين علاقة أسرية ترابطية وأساسها أصلا من الثقة، وثقة تأتي من وين؟ من ضد الكذب، يعني مدام في ثقة معناته ما في كذب. فهلا نحن صراحه اللي شفناها انه كلها عباره عن اعتراضات، يعني اشياء عاديه ممكن اي انسان انه يستخدمها، يعني عندي ظروف، مو فاضي، مشغول مع المدير. هلا الصراحه انه هذا هو عباره عن اساسيات، يعني اي انسان بده يكذب بيكون في فعل، لكل فعل رد فعل. اي انسان بده يكذب على الثاني معناته هو في مشكله في الشخص اللي قباله، او مشكله فيه هو، يا خايف من الشخص اللي قباله يا خايف على الشخص اللي قباله. فاذا في الزواج وفي البيت عادة بتوجهوا الزوجين إلى الكذب نتيجة أساسيات موجودة تخليهم هن يكذبوا من أجلها. شن هي هذه الأساسيات دكتورة؟ يعني نقول من ضمن الأشياء مثلا إنه الزوجة مثلا بدها تشعر بالأمان. الشعور بالأمان بيخلي دائما الإنسان يعني يطلب، مثلا زوجي خايف يتزوج علي، وكل الستات بتعرفوا هذيني، انا خايف يتزوج علي، فدائما عشان تشعر بالامان فبتلاقيها بتضلها تشك في زوجها، فبدخل الشك في الموضوع، بتصير تتابعه كثير، في كل مكان بيروح، وين انت؟ وين رايح؟ فبضطر هو الزوج من كثر ما تضغط عليه هي وبتتابعه كثير كثير بصير يبلش يلجأ للكذب. هلا هون المشكله كثير صعبه.
إذا رجعنا طلعنا على زوج اللي اضطر إنه يكذب، هو عنده مشكلة كان لازم يحلها بطريقة تانية، والزوجة أيضا عندها مشكلة إنه هي كمان لازم تكون عقلانية وما تتعامل مع زوجها بالطريقة هاي، تحاول إنها هي تشعر بهذا الأمان، وبالمقابل الزوج أيضا لازم يشعر زوجته بالأمان. فإذا أول شيء هذا السبب بيخلي الأزواج يعني إنهم يضطروا يكذبوا على بعض. تاني شغلة مثلا الأزواج لما مثلا الزوج بيكون عنده مشكلة في العمل بيضطر يكذب على زوجته، او ما فيش فلوس او مثلا كذا، بتلاقيه بصير يقولها الوضع عندي كويس هذا كذا، ما بحكي لها كل الاشياء. هلا هون شو بصير؟ بصير بعد فتره مشاكل بين الزوجين. ليه؟ مو قادر يجيب لها شغله، تطلب منه شيء مو قادر. هلا المشكله في الزوج، لازم حتى لو في عنده مشاكل في العمل لازم هو يكون بصراحه تام يحكي مع زوجته. ليه؟ هي جزء منه، جزء من البيت، متعاون معه. أنا ظروفي هيك صعبة بالشغل، وبدي أكيد تتعاوني معي، جلسة حوارية، نقاش جميل. أشعرت هي أيضاً بالأمان، وعرفت أنه هو ما عمله بيعمل هاي الشغلات أو بيحكي هاي الشغلات أو بتهرب منها، لأنه هو أصلاً ما بده يجيب لها، هو أصلاً عنده ظروف. فالمرأة عادةً طبعها تربط كل شيء أنه تزوج عليها أو أنه حب عليها أو بيحكي مع واحدة تانية، فهو بيكون عنده مشاكل في الشغل ومو فاضي، صار عنده مشكلتين، مشكلة الشغل ومشكلة الشك، فصارت توجع له راسه وتحكي معه كثير. فهذا الشيء نحن كمان نطلبه من الأزواج، إنهم يكونوا دائما مع بعض جالسين، أي مشاكل بتصير معهم سواء الزوجة أو الزوج، حتى لو كانت الزوجة عندها مشاكل في البيت عندها كذا. هلا عادة الزوجة بتخاف من الاصطدام، لما بيكون زوجها عصبي ودائما ما بسمعها فبتقول لك أنا بكذب بلا ما يعمل لي مشكلة هلا، أو يحلف علي يمين بالطلاق أو إشي زي هيك، فبتلاقي بتكون مترددة تحكي له ولا ما تحكي له. فهي أغلب الزوجات من خوفهم مثلا على أولادهم، على أشياء صارت معهم بالبيت يعني، فبتلاقيهم بيكذبوا. فنحن نطلب من الأزواج يكون في بناتهم مجال للتفاهم، يعني اسمع من زوجتك ليش تخليها تخاف منك. فإذا لازم الخوف ما يكون موجود بين الزوجين، يعني الزوج دائما يعطي زوجته الأمان، ما تكون خايف يسمع منها. اما لما يكون الزوج بيجي اول ما بتحكي له الزوجه عن موقف معين صار معها، يعني في بعض الازواج صوتهم بيرتفع، في ناس بعض الازواج بيحلفوا ايمان مثلا والله ما بتاخذي مصروفك، ما بتروحي عند اهلك، ما الى ذلك. فهي الاشياء كلها بتؤدي الى المشاكل الكذب. انا اللي استنتجت من كلام حضرتك انه كله مبني على سوء الاختيار. يعني في بعض الاحيان حضرتك تتكلمي على صفات نوعا ما المفروض ان هي ما تكونش في الازواج، يعني المفروض ان الزوج ما يجيش يحلف على زوجته بالطلاق او يحرمها من مصروف لان هو ملزم. فهنا ممكن يجي عدم تفاهم من البدايه، هم شخصياتهم مش متفاهمين او مش مستوعبين بعض، لذلك ممكن يكذبوا على بعض. يعني هذا اللي استنتجته من كلام حضرتك. حلو، انت استنتجتي انه ومش موضوع انه سوء اختيار، ممكن يكون اختيارهم صح بس سوء تواصل، سوء تكنيك. يعني لازم الزوجين لما بدهم يرتبطوا مع بعض لازم يجلسوا مع بعض، يقعدوا يعملوا خطة لإلهم، شو أهدافهم، ليش بدهم إيش تزوجوا. يعني مش عبارة عن زواج إنه خلص أنا كبرت بالعمر بدي أتزوج، أو زمان أصحابي تزوجوا لازم أتزوج، أو البنت صحباتي تزوج. لا، هي فكرة الزواج هي فكرة مقدسة، فكرة جميلة جدا. فلما أنا أخطب أتزوج لازم أكون عادي خطة أنا وزوجي. فنحن بنجلس نعمل جلسة تفاهم، أساسيات كيف نحن نشتغل فيها. أنا مثلا كذا، أنا دائما بشجع على القيادة، لعب دور بجنن. يعني لما أنت تجري مع جوزك وتلعبوا دور القيادة وتوزعوا الأدوار بينكم من بعض، طبعا نحن ما بننسى أن الرجل دائما يعني الرجال قوامون على النساء، لكن توزيع الأدوار ومهماتها وترتيباتها هاي الأشياء ما بتعمل مشاكل. حتى موضوع الكذب، ليش الكذب؟ لما أنا أجي أعمل خطة مالية للبيت، لما اجي خطه تعامل مع الاولاد، بعمل خطه لإلي، جدول معين كيف انا اشتغل فيه، كل الترتيبات بينهم، ليش لجأوا لانهم يكذبوا؟ حتى انا لما اكون جالسه مع جوزي وهو جالس معي وانا احكي له انت في يوم من الايام حسيت حالك بدك تتزوج بتقدر تتزوج. والعكس صحيح. تمام. فاذا معناته انا بهذا الاسلوب شو بعمل؟ ما بحطوش بموضع انه انت اكذب عشان انت انا واقفه ضد هالحكي. طيب. فشعورنا بالامان بيعطينا راحه. طيب خلينا نرجع للزوجين لمرحلة الطفولة. جميل. هل الكذب صفة مكتسبة مع الوقت أو هي ممكن يعني تغرق منذ نعومة الأظافر أنه ممكن الإنسان يولد بالصفة هذه، يعني ممكن تكون فطرية أو مكتسبة؟
طبعا الكذب مش فطري اكيد، يعني ربنا سبحانه وتعالى قال الانسان ميول دائما باتجاه الخير اكثر، لكن البيئه بتاثر جدا. يعني اذا انولد هذا الشخص او نقول الزوج، لما نحن عم نحكي عن ازواج، الزوج او الزوجه انولدت ببيئه فيها كذب، تلقائيا رح تصير تكذب في مع زوجها. يعني بتشوف امها بتكذب او والدها بيكذب، الحياه كلها فيها كذب، اصلا هي اعتادت على هذا الشيء بالنسبه لها، بطل في مشكله. فلما ينولد الانسان عنده وازع ديني بموضوع الكذب، حتى انا بنصح الامهات حاليا والكل انه موضوع الكذب، وانت لا شعوريا انت قدوه وانت قدوه لابنائك. يعني دائما الابن بيقلد ابوه والبنت تقلد امها وابوها بتصرفات، فانت لا شعوريا لما يجي الاب بيكون قاعد مثلا ويصير موقف، ونحن دائما بنحكي عنه كثير، يعني موقف تليفون، واحد يرن مثلا بده الاب والله مو هون مش موجود، وابنك برد بحكي بابا مش موجود، فانت علمت ابنك على الكذب من هو صغير، وهو انت مو شاعر انك انت ده الموقف هو كذبت فيه انت. فاذا معناته نحن لازم نحط الوازع الديني من صغار على موضوع الكذب، لانه جدا جدا مهم. عاده الانسان شغلتين، الخيانه والكذب، هذول ما في نقاش فيهم. الانسان المؤمن مستحيل يكون كذاب او منا او يعني طيب. عنده خيانه. تفضلي. طيب. دكتور احنا عندنا استطلاع رأي وسألنا الشارع الليبي عن من يكذب اكثر، الرجل ام المرأة؟ نشوفوا استطلاع الرأي ونرجع من بعد اكيد نعلقوا مع دكتورة ناريمان. اكيد معروفة. لا المرأة اكيد، لان المرأة تجمعاتها وكل شوية تزيد كلمة تمشي لتنشر الإشاعة. والله كذب التنين بيدي ما ايش فاضي يا بي ديما، فعلا ايش فاضي في محل في العشيه ونقلي ما منفضشنا. لما تتصل بي وتقول له وين قاعد يقول لها قريب من حوش تولجي، وهو اصلا مرات يكون بعيد. المراه مثلا يكلم بابا، ماما تكلم بابا يقول لها وين قاعد شوي ونجي، نص ساعه نص ساعه وما يجيش، رجل اكيد. هذه كانت بعض اراء الشارع الليبي او الشباب على موضوع من يكذب اكثر، البنت أو الولد. ممكن اللي نستخلصه دكتورة ناريمان من هذا الاستطلاع إن أغلب أو معظم العلاقات مبنية للأسف على الكذب، ولكن بحجة إن ما تبيش تزعل الآخر، أو ولكن هي للأسف يعني أساسها هش، لأن أساسها مبني على الكذب. وأيضا في حاجة تانية كنا ممكن تحت الهواء نتكلموا فيها، إن في الدراسات أغلبهم قالوا المرأة، وللأسف حتى بنات قالوا المرأة، ولكن هي معظم الدراسات تقول ان الرجل يكذب اكثر من المرأة. نعم انا قرأت كمان انه عاملين دراسات، وحتى بقول لك بنسبة 3 أضعاف المرأة بيكذب الرجل. لكن نحن دائما بنقول دراسات، يعني هي تعتمد على الاماكن، تعتمد على طبيعة الشخصيات، فما بنقدر نحكم طبعا. هلا بغض النظر عن موضوع الكذب سواء عند المرأة او عند الرجل، هو موضوع مش صح. في له يعني تكنيك ديني او نظام معين، لكن المهم في الموضوع إنه الإنسان إذا كان بده يتعامل كزوج كامرأة لازم يكون في نظام معين في التعامل. ونحن بنسمع بإشي اسمه الذكاء العاطفي، كيف نقدر نحن نتعامل مع أزواجنا بأنه نرضيهم ونرضي أنفسنا ونكون سعيدين نحن التنين. هذا أسهل تعريف للذكاء العاطفي. طيب. فيفضل إنه الأزواج والزوجات ما يجأوا للكذب، يخلوه آخر إشي، ودائما الخوف ما يكون موجود. لغة الحوار ضروري جدا، لغة الحوار. طيب إذا كان يعني خلينا ممكن نتكلم بالتفصيل أكثر، لو مثلا في حالة زوجين أحدهم كان عنده صفة الكذب والطرف الآخر يعلم بهذا الموضوع، نعم. كيف يتعامل معها؟ يعني حلو كتير. يعني هلا أنت بتقولي مثلا نفرض أنها زوج بتعرف أنه زوجها عماله بكذب، والعكس صحيح يعني، وطبعا هو نظامي نحن عشان نقول حالة كنا محايدين. نعم نحن محايدين، نحن نقول كحالة، نحن نعطي فكرة بالضبط. يعني هلا إذا كانت هاي المرأة بتشعر مثلا أنه زوجها عماله بيكذب عليها، بدها تعرف شو السبب. دائما نحن بنحكي ايش اسمه دراسة حالة، انا ببحث عن وراء المثير لحتى انه ادى لهذا الشيء، هل هو سبب انا؟ ترجع بتدرس نفسها، بركي اسلوبها، بركي المعاملة اللي بتعملها مع زوجها عم تخليه يضطر انه يكذب. فعشان هيك اول شيء تعمل دراسة بتشوف شو سبب وراء الكذب، ثاني شيء بتشوف اذا السبب مش منها بتبدا بالحل الثاني، اذا السبب منها بتغير نفسها، فأقلب التفكير والتغيير يبدأ منك، تبدأ تبلش تغير نفسها وتحل المشكلة اللي هي لجأتها، زي ما حكينا موضوع الشك، موضوع التدقيق، موضوع المتابعة أول بأول، كتير هاي الأشياء ترجع لها. لا فرضنا أنه السبب من مين؟ من الزوج. أفضل طريقة للحل المشكلة الحديث والصراحة، تجلس هي وياه جلسة صراحة
ومش غلط تكون جد الصراحة، تكون راي أو هادية، يعني مش الأولاد وضجة والدنيا كلها وهو أصلاً مش فاضي. جلسة هو رايق هادي، أنا حاب أجلس معك لتحدث أنا وياك، والله أنا هيك هيك ملاحظة، إيش في عندك مثلاً مبرر للموقف؟ ممكن يكون حتى كذبه هو عبارة عن زيادة شك منها، بصير يتبرر بطريقتها لأنه كل إنسان بيشوف من وجهة نظره. فيعني ممكن هو بحكي لها هاي الشغلة. هلأ عادة الأزواج مرات عشان بيخافوا من إنه زوجاتهم بصيروا كتير يعني يعذبوهم، يعملوا لهم مشاكل إشي، بصير يختصروا مثلاً أي ساعة بدك تيجي مثلاً بقولها بعد ساعة، بخاف يقولها بعد 3 ساعات، تقول له أنا أصلاً بالبيت قاعدة أنا وراي مسؤولية، أنت مش مفكر فيه، فبيبلش إيش يعملها تكنيك اللي كمان شوي إني شاي زي إنه بيرد فيها شوي على البطيء على البطيء يعني. فعشان هيك لا مش غلط إنه أنا أجلس معه أحكي له يبرر لي، وهلا تقبل منها. في كتير شخصيات تيجي بالرواء وبالهدوء، بالإضافة إنك تشعري الطرف الآخر بالمحبة، يعني أنا بحبك أنا لأنه أنت لك معزة عندي. شوف الكلام الجميل بيجيب، أما أنت بتحكي خلاص ما أنت يعني بدك تتجوز عليه روح يعني أسلوب. فلما تقول له أنا أصلا أسرتي أنت يعني أنا بحبك أنت كذا هيك هيك، فهذا الإشي رح يجذبه وبالتالي رح تكسبه طرفها وبصالحها. الحالة الثالثة إنه هذا الإنسان رح يضل يكذب، وهي حكت له بتضل تتعامل معاه بالأسلوب اللي هو موجود معه، وضل وهو أصلاً رح يعرف إنه هي بتعرف إنه بيكذب. هلا لما وصل المرحلة لإشي خطير جداً، ساعتها دائماً بنقول نرجع لمستشارين، نرجع لحدا ممكن يمونوا عليه لحتى إنه يصير ممكن إنه مثلاً تعمله استقطاب، أنت عندك أولاد بكرة الأولاد بتعلموا منك بكرة كذا، فهمت علي كيف؟ وأهم نقطة بهذا كله لما تشعره بالأمان أو الشريك الثاني يشعر بالأمان ببطل يلجأ للكذب. جميل. طيب عندي بس سؤال وبعد سؤال أكيد حنمشوا لي انفوجرافيك عن أكثر الكذبات اللي يكذبوا فيها الأزواج ما بين بعض، ولكن حنتكلمنا على الأسباب وتكلمنا أيضا حتى على كيف الزوجة تتعامل، ولكن هنا في سؤال مهم ممكن لازم يعرف الزوج اللي يكذب أو الزوجة شنو هو حجم الضرر فعليا اللي يسبب فيه الكذب ما بين الأزواج. يعني هذا هو الأسوأ، احنا وصلنا للمرحلة اللي كتير سيئة انه هلا الكذب شو بده يؤدي. اول اشي سبحان الله لما انت تشوفي انسان بيكذب عليكي ببطل في بينك وبينه محبة ولا مودة، سوري كرة، يبلش تكره او يبلش يكرهها، يكره افعالها ما يتقبلها. عادة انت اي انسان عشان تقدر تقبلي تكوني سعيدة معه بتحسي انه المحبة هي اللي بتساعد، صح ولا لا؟ صحيح. والعاطفة احنا بنقول التربية بالحب بالعاطفة، فكيف لما تكوني انت وزوجك فقدت العاطفة فقدت المحبة انت اصلا تكرهي مو طايقتي انه بكذب عليكي. فهلا هاي اول شيء مهم جدا، فقدت هاي الشغلة اول صار في شرخ نحن نسميه الجفاف العاطفي، صار في شرخ في العيلة. تمام. هلا نحن في شيء اسمه الطلاق الصامت، ممكن يتوجهوا لهذا الطلاق، يعني هو قاعد وهي قاعدة ولكنهم موجودين مع بعض بس عشان الأسرة والبيت، فهي مشكلة صح ولا لا؟ هلا بالإضافة لانه هذا الانسان اللي انت عم تكذب عليه هو ما رح يشعر بالأمان، خلاص فقد الأمان، صار في شرخ، صار في مشاكل، رح يصير في نقاشات، رح يصير في عدم تفهم، رح يصير عنا الأولاد عندهم مشاكل، رح يصير طوش على طول النهار 24 ساعة. ليش؟ لأنه الكذب هذا هو وصيلته. آخر 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 إشي يعني نفرض هو عم بيكذب تزوج مثلاً عمرته وعماله بيكذب عليها وآخر إشي، طب وبعدين؟ ما هو رح تبين. يعني زي إنه في قصة سمعتها إنه زوج توفى وطول عمره صادق وما بيكذب على زوجته، وتفاجأت إنه جاي ناس بدو على الباب ولا هي واحدة داخلة معها 3 أولاد، قال مين؟ قال زوجك متزوج عليك ودول 3 أولاده. طب وين المشكلة؟ ليش إحنا نحط حالنا في النتائج اللي إحنا أصلاً ما بدنا إياها؟ فأفضل شيء إنه نحن نكون صريحين، حتى لو بده يتزوج، حتى لو بده أي شيء، مثلاً بده يسافر، بده يعمل أي شيء، خليه يكون صادق مع مرته، معطيها لقدام يعني أريحية، أو العكس صحيح. كوني مريحة، يعني الشد مشكلة، إذا أنت بيت فيه شد، بيت مشدود، الطاقة السلبية منتشرة، ما في سعادة، أولاد ما في سعادة، أسرة مش سعيدة. فأصلاً نجاح أي أسرة هي النجاح الأسرة الإيجابية، الحياة الإيجابية، حتى بقول لك الأمراض وكل هاي الأشياء بتأتي من إيش؟ من المشاكل. حتى الأولاد بمرضوا كتير، بصير البيت كله سلبي، بصير طاقات سلبية، فهي كلها نتائج الكذب. والأم والأبين الأساس، فكيف لما يكون الأساس مش سعيد، الأساس مش مبسوط، آخرتها يا طلاق صامت يا طلاق فعلي، ما في حل، لأنه إنسان يعني نتيجة الكذب مكشوف في النهاية. طيب
احنا عندنا انفوجرافيك دكتورة نريمان لأكثر الكذبات انتشارا، نشوفوا مع بعض هذا الانفوجرافيك ونرجعوا اكيد نعلقوا عليه مع بعض. هذه كانت انفوجرافيك عن اكثر الكذبات المنتشره ما بين الازواج، واللي كان اغلبها لخصها لك ان محلاه الفستان هذا حلو عليكي، عمري ما عرفت، او كان العدد من النساء اللي عرفتهم قليل جدا قبل ما نعرفك، ايضا عندي يعني عندي مشوار وساتصل بك مره اخرى. طبعا هذه دائما المتعارف عليها يعني جنب الازواج، طبعا المشاهدين يشوفوها على الفيديو. طبعا لما تصير مشكله او لما هي تشوف ان هو يشوف لي واحده ثانيه يقولها لا انا ما كنتش، بالعكس انا كنت سارح في مكان ثاني او مفكر في العمل. هذه ممكن كانت ابرز الاشياء اللي كانت من ضمن الانفوجرافيك. هنا نبو نصائح للزوجين وايضا المقبلين على الزواج. جميل. أخيرة من حضرتك ليهم. الحقيقة أول نصيحة إنه الجلوس زي ما حكينا من قبل، يجلسوا مع بعض يتفاهموا، يعني يخلوا أساسهم المفاتيح، مفاتيح الثقة، الأمان، الصدق، الصراحة والوضوح. هاي كلها المفاتيح لازم يجلسوا فيها، إنه ولا واحد فيهم يخبي عن الثاني أي شيء، حتى لو كان هذا الشيء ممكن يضر الثاني، حتى لو تغيرت الأفكار. فأول إشي المصداقية بيناتهم، وهي المفاتيح مهمة جدا. وإذا واجهت الإنسان أي مثلا مشكلة في كذب شيء معين، إنه يجلس ويتحدث مع الشخص، دائما ما يخلي تراكمات، يعني مثل الجدار. أنا بقول هلا الجدار عادة لما بنبنى اثنين ببنوه، أنا مثلا بحط لبنة أنت بتحطي لبنة، حط لبنة آخر شيء بطلوا يشوف بعض. فمجرد ما إنه يصير مثل هيك شغلات، لا لازم أنا هاي اللبنة اللي بناها أنا أقيمها، وبالتالي مضل بيننا الموضوع مكشوف. فخلينا دائما ايش بصير نحل المشكله بوقتها، يعني كمان باللغه الجديده بنقوم نسكر فايلات، يعني فايل موجود سكر الفايل ابدا شيء جديد، فما تراكموا ورا بعض كذبات كذبات. يعني في كثير مثلا بيراكموا على زواجهم كذب، او الزوج نفس الشيء، لا من البدايه تعالي ليش عملتي هيك، ايش الموقف. ودائما لما تعرفوا السبب اختصروه، يعني اي مثلا اي سبب، انت مثلا نفرض زوج ضله يمنع زوجته تروح عند اهلها، بتهرب مثلا تروح عند اهلها، هذا ايش طبعا شيء خطا جدا. فليش انا يعني امنع زوجتي تروح عند اهلها؟ خلص انا بعطيها الصلاحيات تروح عند اهلها وانا بتابعها، ما بتجي هي للكذب. فيا ريت تعطوا يعني الازواج يعطوا للنساء شوي صلاحيات، اعطوهم صلاحيات. يعني اذا اعطوهم صلاحيه مش تمام، اعطي ثقه، اعطي صلاحيه، والعكس كمان صحيح. يعني شوي الستات خفوا عن الرجال، يعني مش دائما ندقق انه خلاص راح يتزوج عليها. ونحن بنحكي بالطاقه، اذا انت بتشحني الإشي لك بيجي، فبدك تقولي جوزي بتجوز علي وجوزي بحب علي، خلاص قولي جوزي بحبني، الحياه حلوه، ونفس الشيء الزوج زوجتي رائعه، الامور كلها تمام، تفائلوا بالخير تجدوه. شكرا. شكرا لك دكتوره نريمان عطيه، نورتينا. المدربه والاستشاريه التربويه والاسريه، شكرا لك على الكلمات الجميله وعلى حبيبتي. النصائح حبيبتي. بهيك نكونوا مشاهدينا وصلنا لختام هذه الفقره، حنمشوا لفاصل ونرجع من بعد الفاصل اكيد لفقره التكنولوجيا، ونستعرضوا مع بعض اليوم اميمه اكيد مجموعه من التطبيقات، خلينا نتعرف عليها بعدين. يلا